محمد عبد الشافي. النهارده كان ورقه مهمه جدا في تشكيله الزمالك مع الجانب العظيم في شخصيه محمد عبد الشافي، بس الجانب الفني ما زال مؤثر جدا في تشكيله نادي الزمالك. محمد عبد الشافي هو واحد من اللاعبين القلائل اللي مستمرين في الكره المصريه، اللي بيدوا طعم الكره المصريه بتاعت زمان، بتاعت الجيل الذهبي للكره المصريه، اللعيبه اللي انضج بالكره وافضل بالكره وفي كل مراحل اللعب مميزين وفي كل اوقات المباراه مميزين. انا جايب اكتر من حاله لمحمد عبد الشافي، لو بدانا نستعرضهم ونشوف محمد عبد الشافي دي لقطه الهدف الاول. خبره محمد عبد الشافي ان هو يستلم من طرف الملعب وبعدين يخش لقلب الملعب ويكمل ويعمل اللينك مع مصطفى شلبي، وده شيء كان بيفتقده الزمالك خلال المباريات السابقه، وسجل الهدف الاول والبدايه من عند محمد عبد الشافي. نستمر في باقي اللقطات كمان، دي كره الهدف، وطبعا البدايه زي ما قلنا كانت من عند محمد عبد الشافي. دي لقطه تانية، شوف محمد عبد الشافي هو بيخرج من قلب الملعب عشان كان بيعمل تغطيه عكسيه، وفي الهجمه المرتده بيعمل اللينك مره تانية بلمسه واحده، لمسه واحده محمد عبد الشافي قاري الملعب بافضل شكل. اللقطه دي مهمه جدا، وعايزين نقف هنا ثانيه، نقف هنا ثانيه. محمد عبد الشافي نقف ثانيه، محمد عبد الشافي كان ماسك الخط مع مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لا، محمد عبد الشافي هنا خبرته بقى، ما ينفعش اتنين لعيبه يبقوا واقفين على الخط بكل خبرته. هنا ما عملش الاوفرلاب، عمل الاندرلاب، دخل لعمق الملعب اكتر بالظبط عشان يستلم. شوف محمد عبد الشافي اللي على الطرف قدام، نكمل بقى ونجري قدام سنه سنه بالظبط. نجري نشوف هو بيخش لعمق الملعب، الخبرات ان دايما محتاج لعيبه شوف محمد عبد الشافي بيخش لعمق الملعب، خبرته ودرايته بالملعب عامله ازاي، هو اللي هيستلم الكره هنا وهو يعمل الهجمه للزمالك، لانه دخل لعمق الملعب وبلمسه واحده مره ثانيه، لمسه واحده محمد عبد الشافي بيحل الدنيا كلها، وكمان بياخد مكان بس مصطفى شلبي ما خرجوش، لكن محمد عبد الشافي التحرك ممتاز، واللمسه لعبه من لمسه واحده، ودايما التحرك عنده ممتاز. هنا مره ثانيه بيخش لقلب الملعب عشان يعمل التغطيه العكسيه، بيطلع والقرار. انا بالنسبه لي اللقطه دي لو نعيدها ثاني، القرار ممتاز، خطوه دخل لبره وخطوه رجع لجوه ثاني حسب حركه اللاعب اللي قدامه. فلو لو نرجع طبعا اللقطه دي بطوليه منه، لكن عايزين نرجع قبلها كمان، والكره لسه لا كمان والكره لسه هتتلعب، هنشوف ازاي هو بياخد خطوه لبره وبعدين لجوه ثاني. محمد عبد الشافي هو دلوقتي جوه الملعب، نجري بقى نكمل لقدام، هنشوف محمد عبد الشافي بياخد خطوه لبره وبعدين يرجع تاني لجوه، هنا لبره وبعدين خد خطوه لجوه عشان يطمعه يلعب لبره، ومحمد عبد الشافي طلع بره تاني. خبرات يعني مكثفه موجوده عند محمد عبد الشافي طبعا، واللقطه طبعا كمان خرجها بشكل كمان جميل جدا. نكمل كمان لقطات كتير، هنا برده محمد عبد الشافي داخل جوه عشان التغطيه العكسيه، نكمل اللقطه هنشوف عمليه الخروج بالكره بقى. موقف صعب على اي حد، لكن مش على محمد عبد الشافي طبعا، خرج الكوره وعمل الانطلاقه وعمل الباص كمان والهجمه المرتده بشكل مميز جدا. مره تانية محمد عبد الشافي هنشوف هنا، انا عايز كمان نجري اللقطه كمان، نقف هنا ثانيه عشان دي لقطه مهمه جدا بالنسبه لي. نرجع كمان، دي في الدقيقه 80 محمد عبد الشافي كان بدا يتعب وكان هيقف، يعني كان هيقف يشم نفسه ثانيتين ثلاثه. نجري هي هنا محمد عبد الشافي لقط ان ونوقف هنا محمد عبد الشافي كان لقط ان الكره رايحه بعيد، هو لسه بيوطي يشم نفسه شويه عشان الكره بعدت هناك في الناحيه الثانيه في الدقيقه 80، وبعدين اكتشف ان اللاعب ده ممكن يباص هنا، فرجع مره ثانيه عشان يعمل التغطيه العكسيه ثاني، ونشوف خبرته في التغطيه العكسيه، ودي كان شيء مهم جدا لو نفتكر في مباراه الاهلي الزمالك خسر المباراه بسبب التغطيه العكسيه. نشوف بقى محمد عبد الشافي مره ثانيه وحجز بجسمه، وكمان نكمل الكوره مره ثانيه محمد عبد الشافي، وكمان هيخرج بالكوره او اعتقد هيفوز برميه تماس لنادي الزمالك ويحافظ على الكره في رجل نادي الزمالك. وزي ما قلنا اللقطه دي في الدقيقه 80 وكان بدا يتعب. ممتاز، عايزين نشوف بقى هيفضل يكمل لحد الدقيقه حاجه و90. هنا برضو اعتقد اللقطه دي في الدقيقه 88، شوف محمد عبد الشافي بيهدي على رتم الملعب، ولما لقى المساحه ما ترددش ان هو دايما ابدا يتقدم فيها، ودايما حركته في قلب الملعب بعدين بينزل عشان يستلم من زيزو وبعدين بيجري تاني لقدام. حركته بدون كوره ممتازه. هنا اللقطه دي الدقيقه حاجه و70 حاجه و92 من اللقاء، بيفوز كمان، بيفوز بالكوره وهيفوز برميه التماس. عشان نقول بس اللاعب اللي قطع الاستخلاص ده لعيب عنده 37 سنه، في الدقيقه 80 كان عايز يشم نفسه شويه في اللقاء، وفي الدقيقه 92 هو اللي عمل الاستخلاص ده من نص ملعب فوتشر وقدر يعمل استحواذ برجع من الزمالك. اصابه طويله كمان طبعا، يعني قبل المباراه او مبارتين، يعني كان بعيد حوالي 4 أو 5 شهور عن الملعب.